وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مين فينا ما بيسمعش الآيات دي في سورة الفرقان وبيقف قدامها ويحس إن قلبه بيرق، بيحس إن هو نفسه يبقى مع عباد الرحمن دول، نفسه يتصف بصفاتهم. مين فينا طيب لما بيقف يسمع الابتهال اللي بيقول فيه وأنت شغل لي عما يرى جسدي، يسمع منها إن ربنا سبحانه وتعالى حاسس بينا ومعانا في كل تفصيلة من تفاصيل حياتنا، مش مع المؤمنين بس ولا مع المسلمين بس، حتى مش مع الإنسان بس، مع كل مخلوق من مخلوقاته في هذا الكون. هو خلق هذا الكون وبيدبر هذا الكون، لكن المشكلة فين؟ المشكلة فينا إحنا. إحساسنا إحنا بربنا إيه؟ هل إحساسك بربنا سبحانه وتعالى إنك شايف ربنا معاك في كل لحظة، معاك في كل وقت، معاك في كل حين، في كل مشكلة، معاك في الفرح والحزن، معاك في الألم، معاك في السراء والضراء، شايف ربنا معاك ولا مش شايفه، ولا أنت محجوب؟ في عباد هم شايفين ربنا سبحانه وتعالى في كل تفاصيل حياتهم، بيشكروه عند الأفراح وبيشكروه عند الأحزان، بيرجعوا له. هل أنت بتستخير ربنا سبحانه وتعالى قبل كل عمل أنت بتعمله في حياتك؟ هل بتلجأ له في الصغيرة والكبيرة؟ ولا أنت آخر حد بتفكر فيه هو ربنا سبحانه وتعالى؟ اسأل نفسك، أنت فين من ربنا؟ علاقتك به إيه؟ عبوديتك مترجمة في حياتك ولا مش مترجمة؟ في عباد كل حياتهم محورها هو الله سبحانه وتعالى. وانت في طريقك ممكن تقابل ناس كده عليها سمت معين، تلاقي الناس دي بتخطف قلبك وبتشدك ناحيتها، تحس ان وشها منور، تحس ان ربنا كاتب عليها القبول، تحس ان الناس دي فيها حاجة غريبة، نفسك تتكلم معاهم يكلموك، الناس دي تتكلم معاك تحس ان انت مرتاح قوي ومطمن، تحس ان فيهم حاجة كده من ربنا. مين الناس دي؟ الموضوع ده على فكرة مش موضوع غريب. شوف الإمام أحمد روى في مسنده يقول لك إذا كنت في 20 رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم، يعني بصيت في وشوشهم، فلم تجد فيهم رجلا يهاب في الله فاعلم أن الأمر قد رق. يعني إيه الأمر قد رق؟ يعني الموضوع بقى ضعف والناس دينها ضعف. طب ما احنا ممكن نتصفح وما نلاقيش. القصة مش في إن انت ما تلاقيش، القصة في إن الناس دول ربنا سبحانه وتعالى بيجذب لهم من أراد له الخير. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الناس دي ربنا بيغير عليهم لأن قلوبهم أصبحت خالصة للمحبة لله سبحانه وتعالى. شوف دول بينطبق عليهم كلام الإمام جعفر الصادق، يقول لك كنت إذا ضاق بي الأمر، يعني حاسس بخنقة وحاسس بكبت، أعمل إيه؟ ذهبت إلى محمد بن واسع، وده كان أحد الصالحين، يقول لك فزادني ذلك خشوعا أسبوعا. شوف أنت بتدور توصل للخشوع في الصلاة إزاي؟ تقعد تجتهد تجتهد وتقول أنا ما حسيتش بطعم الخشوع. الإمام جعفر الصادق يقول لك في جملة ونص كنت بروح أقعد مع محمد بن واسع فيزيدني دوت خشوع لمدة أسبوع. الناس دول لما تشوفهم تذكر ربنا تقول الحمد لله الدنيا بخير. ابن القيم كمان يقول لك كنا إذا ضاقت علينا الدنيا بهمومها ذهبنا إلى شيخنا فخرجنا من عنده وقد غسلنا، خرجنا من عنده واتغسلت الهموم كلها. واحد كمان اسمه يوسف ابن يعقوب ابن الماجسون يقول لك إيه؟ يقول لك كنت أذهب إلى محمد بن المنكدر فصحبته تنفعني في ديني. يعني أنا لما بقعد معاه الراجل ده بيذكرني بربنا، بيعرفني الدنيا صح، بيعرفني الدين صح، بحس إن أنا مطمن كده وأنا في حضرته، زي الصحابة ما كانوا في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس دول من الآخر ربنا كأنه بيقول لهم اللي قالوا لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، كأن ربنا بيقول لهم وألقيت عليك محبة مني. طب الكلام ده اتقال لسيدنا موسى إزاي تسقطه على بشر عاديين؟ البشر العاديين دول ربنا سبحانه وتعالى ما قفلش الباب، باب المحبة واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني، أبدا
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث اللي احنا كلنا حافظينه بس ما بنترجموش الترجمة دي، النبي بيقول لك ايه؟ إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يعني الباب مفتوح، ربنا بيحب ويأمر عباده بأن يحبوا. وبعدين ينادي جبريل في الملأ الأعلى الملائكة يقول لهم إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الملأ الأعلى. وبعدين الملأ الأعلى ينادوا في السماء الدنيا إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. العبد دوت عبد صفا فأحبه الله، فكتب الله محبته في قلوب الخلق، فكل من رآه ذكر الله. الناس دي على خطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خطى الأنبياء الكرام اللي ربنا قال عنهم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية هي إنك تخرج بره حدود العلم وتبقى حياتك كلها بالله ولله وفي الله. الربانية العلماء بيعرفوها بيقولك العبد الرباني اللي هو يعني من كونوا ربانيين، إنك ببساطة شديدة لا تأخذ إلا من الله ولا تطع إلا الله. يعني العبد الرباني بيطيع ربنا مخلص في ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ما بيكسرش النواهي والحواجز والحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له عليها. من الآخر بيقولك العبد الرباني ده أخلص حياته لله. تعريف تاني بيقولك العبد الرباني، علشان العبد يبقى رباني ده عبد لازم يمارس حاجة اسمها التربية، يعني يربي نفسه الأول فيخلصها وبعدين يربي غيره من العباد، لأن ربنا حطها كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون، يعني شغالة في العلم والتدريس والتربية. ده كلام علماء الظاهر. لكن علماء الربانيين بقى يقولك إيه؟ يقولك العبد الرباني لا يكون ربانياً باكتساب. يعني إيه باكتساب؟ يعني بأنه هو يحاول أنه يبقى رباني، ولكن لا يكون العبد ربانياً إلا بوهب من الله سبحانه وتعالى. الربانية دي درجة ربنا سبحانه وتعالى بيمن بها على من يشاء من العباد. يعني الربانية زيها، مش هقول هي النبوة، لا هي على طريق النبوة، بس القانون بتاعها واحد، القانون إن هي ربنا بيهبها لمن يشاء من عباده. يعني مش شطارة من حد إن هو يكتسب الدرجة دي، هي طريق بيمشي فيه الإنسان لحد ربنا ما يمن عليه ويكرمه ويهبه إن هو يكون عبد رباني. يعني إيه عبد رباني؟ يعني خالص مخلص لله سبحانه وتعالى، يعني هو عبد ولكن في الحقيقة هو متلقي عن الله سبحانه وتعالى، فعايش حياته كلها بالله ولله وفي الله. العبد الرباني ده أنا أقول لك عليه لو أنت قابلته هفتش لك السر كده وأقول لك العبد الرباني ده حكايته إيه. العبد الرباني ليه وجهين. الوجه الأول وجه ناحية الحق سبحانه وتعالى، ناحية ربنا، بيشوف ربنا سبحانه وتعالى وبيتلقى منه، بيقول له يا رب أنت كل شيء، أنت الحي، أنت الباقي، أنت الذي أوجدتني، أنت وأنت أنت وأنا أنا. أنا أنا دي عنده يعني أنا عدم، ربنا سبحانه وتعالى هو المتحكم والمتصرف في كل شيء. العبد الرباني هو عايش بس على النور اللي ربنا بيدهوله، هو شايف أنه لا حياة ولا موت، لا وجود ولا عدم، هو شايف أنه هو مفقود وأن ربنا سبحانه وتعالى هو الموجود وأن ربنا هو المشهود. كل حاجة في الدنيا بيشوفها بيدور على ربنا فيها. طب الكلام ده يا جماعة مش كلام جديد، الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم عمله، بس احنا والله اللي مش بنركز فيه. شوف النبي كلنا بنشوف المطر بينزل، النبي كان بيخطب، وهو بيخطب الرجل جاء لرسول الله وقال له جف الضرع وهلك الحرث والنسل، ادعوا الله لنا يا رسول الله. فالنبي دعا فنزل المطر. الناس كانوا فرحانين بالمطر، فرحانين لأنهم هيسقوا وهيشربوا وهيزرعوا والدنيا هتبقى زي الفل. النبي صلى الله عليه وسلم نظرته للمطر كانت حاجة تانية خالص. لما رأى المطر صلى الله عليه وسلم خرج ووضع كفه ليمس المطر،
وكان فرحان جدا بالمطر وبيقول إنه حديث عهد بربه. شوف النبي بيبص للمطر إزاي. هي دي طريقة العباد الربانيين، تلاقيه دايما بيدور على ربنا في كل حاجة، بيدور يعني بيتلكك كده إنه هو يجيب اسم ربنا في أي حاجة هو عايش فيها. ولذلك العبد الرباني لما كتب لربنا رسالة كتب بيقول له: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. هو العبد الرباني ربنا محور حياته، شايف ربنا في كل حاجة، شايف ربنا قبل كل شيء وفي كل شيء وبعد كل شيء. ربنا بيكلمه وهو بيكلم ربنا. هو عبد اختصه الله من بين الخلق بأن يقذف نور الحق في قلبه، فمش بس إن هو يكون عنده علم، لأ، هذا الرجل عنده نور علم. وفرق كبير جدا بين إن العبد يكون عنده نور العلم وبين إن هو يكون عنده العلم. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ليس العلم عن كثرة الرواية، يعني مش كتر الحفظ، ولكن العلم الخشية. فالعبد الرباني مش الروايات وكتر الحفظ هو اللي بيخليه عبد رباني، لا، معرفته بربنا سبحانه وتعالى وعلمه بالله هو اللي يخليه عبد رباني، هو اللي ينقله إلى درجة الربانية. زي السيدة عائشة اللي روت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول: سألوا الله كل شيء حتى شسع النعل. يعني عزك الله إنك تسأل ربنا وانت بتجيب الحذاء بتاعك، تبقى اعتمادك على ربنا ده تدريب ليك ان انت تبقى عبد رباني، بتسأل ربنا وبتلجأ له في كل شيء حتى الحاجات الصغيرة. فإنه ده بقى المهم، ده خلاصة معرفة السيدة عائشة: بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر. يعني لو ربنا ما يسر لكش الموضوع ده مش هتيسر، لأن هي شايفة إيه؟ هي شايفة أن ربنا سبحانه وتعالى هو المحرك لك وهو الميسر لك. دي المعاني الربانية اللي العلماء الربانيين والعباد الربانيين بيعرفوها، وهو ده النور اللي ربنا بيلقيه في قلوبهم. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم درب عليه الصحابة، قال لهم: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. فثوبان قال له: أنا يا رسول الله. ثوبان خد العهد من النبي وكان لا يسأل الناس شيئا، حتى إذا وقعت العصا بتاعته ما كانش يسأل حد يقوله ناولها لي وينزل يجيبها، لأنه أراد أن يكون عبدا ربانيا يستند إلى الله ويعتمد على الله، يلجأ إليه في كل تفاصيل حياته. ده الوجه اللي بينه وبين الحق سبحانه وتعالى. يبقى مع ربنا هو مش شايف نفسه على الإطلاق. لما بيرجع للخلق، بيرجع للخلق بيقوم فيهم مقام العبد الراعي، العبد الصالح اللي بيربي الخلق، لأنه خلاص خرج من حظ نفسه، فهو قائم مقام الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هنا هو بيشتغل شغلة الأنبياء، بيربي الخلق وبيدلهم على ربنا. أبداً العبد الرباني ما يقفش في طريقك بينك وبين ربنا على الإطلاق. العبد الرباني لا يحجب الخلق عن الحق، وإنما وظيفة العبد الرباني أن يدل الخلق على الخالق وأن يحبب الخلق إلى الله. دايماً يكلمهم عن ربنا كلام حب، كلام مودة، دايماً يقول لهم إن ربنا هو الرحمن، ربنا هو الرحيم. دايماً كل ما يشوفوه يفتكروا جمال ربنا سبحانه وتعالى. هو ده العبد الرباني. أكيد كل واحد فينا دلوقتي بيسأل نفسه: هو أنا ممكن في يوم من الأيام أبقى عبد رباني؟ ولا دي غاية بعيد إن أنا أوصل ليها؟ مفيش حاجة بعيدة على ربنا. كل عبد من عباد الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض هو مشروع لإن هو يكون عبد رباني، بس المهم نعرف إزاي نوصل ليها. طيب
ازاي بقى اكون عبد رباني؟ اكيد بقى بنسال نفسنا السؤال ده. طبعا اول حاجه هتيجي في دماغنا هي انك تروح للعبادات. طبعا العبادات مهمه جدا في حياتنا، والعبادات على فكره هي الباب اللي هيدخلك على ربنا، بس مش العبادات الظاهريه، يعني مش العبادات اللي انت هتعملها انك بس تصلي وانك تصوم، لا، انك تصلي صح فتاخد ثمره الصلاه، لانه اكيد انت لو صليت صح وسجدت لربنا صح وركعت له صح، قلبك هيركع وقلبك هيسجد، فهتبقى عبد رباني، هتلاقي نفسك بتفزع الى الله وبتجري له بسرعه جدا لو كنت بتصلي صح وبتصوم صح وبتعبد ربنا صح، لو كنت بتقرا القران بقراءه مختلفه عن قراءه الجري في انك تقرا القران بسرعه، لا، انت بتقراه وربنا حاطط لك نور، هتلاقي نفسك بتفزع الى الله في اقل شيء تروح لربنا، هتلاقي نفسك بتترجم العبوديه الى علاقه قويه بينك وبين الحق سبحانه وتعالى. مش لازم على فكره تبقى حافظ فقه ولا حافظ تفسير، العلاقه بينك وبين ربنا اقرب ما يمكن ان تكون بينك وبين الله صله، اسهل شيء. الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه بيحكي عن موقف، هو موقف ترجمه للعبد الرباني، وهو ما كانش فقيه ولا مفسر ولا كان حتى بتاع علوم شرعيه، ده كان راجل متخصص في التنميه البشريه، لكن العلاقه بينه وبين ربنا مش محتاجه ان هو يبقى عارف العلوم دي كلها. دكتور ابراهيم الفقي بيقول ان الاطباء قالوا له ان هو جات له جلطه مفاجاه، فالاطباء قالوا لو عدى عليه 24 ساعه هنعمل له العمليه وان شاء الله ينجو منها، ولو ما عداش ربنا يتولاه. فهو لما عرف قام اتوضى وصلى ركعتين، هنا اللجوء السريع لله سبحانه وتعالى، وقال له يا رب انت تعلم حالي، فان كان حان وقتي، يعني لو جه الوقت بتاعي وهموت، اللهم فعجل بلقائي، وان كان غير ذلك فاشفني شفاء لا يغادر سقما. هو هنا زي سيدنا ابراهيم العبد، سبحان الله، ده الدكتور ابراهيم وسيدنا ابراهيم اللي بيقول واذا مرضت فهو يشفين، هو ده المقام، هو هنا ماشي ورا نبي من الانبياء، هي دي العلاقه الربانيه بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. في النهايه هقول لك ما تعلقش قلبك غير بالله سبحانه وتعالى علشان تبقى عبد رباني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لما تبقى مع ربنا هتسمع نداء ربنا لسيدنا داود إنه ممكن ينقذك من السماوات السبع والأرض لو كدولك، أو يتركك ويخسف بك ويسحب الدنيا من تحت يديك لو كنت مع الأكوان وسبت ربنا. ربنا بيقول له يا داود وعزتي وجلالي ما يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، يعني من غير الخلق، أعلم ذلك من نيته، يعني أنا عارف ده من نيته كويس، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. هنا العبد الرباني لو التجأ لربنا واعتصم بحبل الله لن يقف أمامه شيء ولا يحتاج في هذه الدنيا إلا لله سبحانه وتعالى، زي ما النبي قال في الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. سيدنا عبد الله بن عباس لما مات قالوا اليوم مات رباني هذه الأمة، يعني العبد الرباني اللي كان في هذه الأمة هو اللي روالنا هذا الحديث لما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، فأصبح بعد ذلك سيدنا عبد الله بن عباس عبد رباني. النبي قوى يقينه وقوى صلته بالله سبحانه وتعالى. الربانية وإنك تبقى عبد رباني خطواتها سهلة، ركز على العبادات والنور اللي طالع منها، ركز على القرآن وإن القرآن يبقى هو دليلك لله سبحانه وتعالى، ركز على ثقتك ولجوءك واعتمادك على الحق، وابتعد عن الخلق. Thank you.